حيا حيا ابو منصور. اهلا وسهلا فيكم، يوم جديد اليوم ان شاء الله تغطيتنا في الجبل الاخضر. طبعا ماسك التليفون راكان لان انتقادات قيتنا اول وناسو ما يصلح، فعل خاطئ بالنسبة. صح. اليوم وين وجهتنا؟ نبي نتبرد شوي بمصر. اليوم في الجبل الاخضر. يا سلام كامل. يا سلام. لا وش نجهز بعد فلوق. جاهزين نجهز لكم فلوق يوتيوب على الجبل الاخضر باذن الله. واليوم تغطيتنا بالجبل الاخضر. وصلنا الجبل الاخضر، منصور جاي يقهوينا. هذا جونيبر كافيه اللي هي بمعنى شجرات الاعلان. عاد نشوف شوف شو بيقهوينا ابو منصور. ابو منصور ايش تبي تقهوينا؟ هذا يا سلام. انا هذا جوي. يا سلام. اسمع اسمع الريحه في 6. وات كايند ذس كوفي بينز؟ برازيليان. يا سلام قهوه برازيليه ما شاء الله. شلون عجبك ابو منصور؟ هذا مسوين شوفه مقطر شجره الاعلان ومسوين منه لاتيه. شوف الابداع. صراحه انا عجبت الريحة. هذا من منتجات الجبل الاخضر. هذا مال ورد المدخن وهذا مال ورد. شوف تقدر تطلب منه لاتيه، يعني حلو انك تسوي شيء مميز. ريحته رهيبه الصراحه. حلو يعني الشيء احقاقا للحق انك يعني تكون منصف. شيء صراحه اعجبا. اول محطاتنا بالجبل الاخضر بقريه العين. شوفوا الاطلاله يا جماعه، شوفوا المدرجات الخضراء. يا سلام. شوفوا هذه قريه العين وهذه يسمونها العينه. شوفوا احنا بالعريش ما شاء الله. رهيب جدا المكان. كيف العريش بمنصور؟ اهم شيء الاطلاله. اي الاطلاله رهيبه. يا سلام يا سلام. شوف الساكية. شوف طبعا الآن موسم الرمان بالجبل الأخضر، وبالربيع موسم الورد تقريبا شهر 4. ها يا سلام. شوف 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 الرمان ما شاء الله. هذه شجرة الياس ريحتها عطرية جميلة جدا. يسوون منها صابون وما صابون وأشياء كذا. جالسين نصور لها الفلوق اليوتيوب. صراحة الجولة جدا جميلة حتى الآن. شوفوا المكان يا جماعة، هنا الشباب يسبحون مستمتعين. يلا نطبوا منصور. لا 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 تهوى لا تهوى ما شاء الله. وين ماخذنا ابو منصور؟ ماخذنا كذا مكان. ايوه ترتعش من الرعب. الله يستر. هذا يعني من اجمل ولكن اخطر الممرات في الجبل. صحيح. جميل بس خطير، يبغى له حذر. يلا بسم الله. يلا ابو منصور. ما شاء الله. انا كل شوي اوقف اجلس اتامل. يعني فعليا المكان رهيب. شوفوا المسار كيف جميل يا جماعه. أنا كل شوي أوقف أتأمل. ولكن لازم أنك تتوخى الحذر. إذا أنت ما أنت شخص يعني صاحب طلوع مرتفعات أمور مثل ذي، لازم تبتعد عن هذه المناطق حفاظا على سلامتك. ما شاء الله. ما شاء الله. والاجواء براد ها يا عم؟ الاجواء براد. براد كله الرنج اكيد. وقربت الرمان؟ قربنا نعم. ما شاء الله ما شاء الله. زين زين. الله يعطيك الصحة والعافية يا عم. شيء غريب يعني جايين اقبل من سنين مكان هناك ما وصلنا للمنطقة. تغير القلب. المنطقة ما شاء الله. معتمرة. ما شاء الله.
بالفعل تغير القمر. غيرت الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الله يجزاك خير يا عم. ومدك بالصحة والعافية. الشعب واحد والوطن واحد إن شاء الله. ما شاء الله الله يجزاك خير. إن شاء الله أكيد والبلاد واحدة وحنا راعين محل. أكيد أكيد الله يجزاك خير يا عم. الله يحفظك. يا عم ما تقصر. زورونا. أحسنت ما تقصر. بلادنا نظيف الشرقية. ما شاء الله ونعم ونعم أحسنت والله أحسنت. خيرك سابق والله يا عم. نطلع. خيرك سابق كلهم قايمين بالواجب وزودي والله يا عم. احنا متخبطين. شوفوا وقفنا هنا في فيو بوينت. شوفوا جمال المكان ما شاء الله. طبعا كنا هناك لما طلعنا نتمشى حارة العين والعين صار لها حارة ما شاء الله. هنا فيه برضو فندق وطلالة مكان روعة ما شاء الله. انظر انظر درجة الحرارة كم وصلت 25 درجة. يا سلام وصلنا المكان السري ها منصور. شوف شوف لا لا اليوم شوف الجلسة شوف مع الشباب. شوف اشقار شوف الربيع يا جماعة شوف الربيع حيهم حيهم. وش هالجلسة ومنصور ومعانا احمد التوبي ومحمود منورين. وش الجلسة ذي يا جماعة والله العظيم. خلاص ما يحتاج تروح صلالة بالجبل الاخضر يا حبيبي. احمد لازم وش تبي تسمعنا اليوم. اليوم حضر العود. كفو كفو والله. كيف الجلسة بمنصور؟ الجلسة مرة بصراحة يقول لك الكلام يعجز عن الوصف. اي والله بركة ماء. يا سلام واجواء جميلة. يا سلام يا سلام الاجواء رهيبة جدا بالجبل الاخضر ما شاء الله. هذا وش هو احمد؟ التين الشوكي. هذا التين الشوكي انا اول مرة اذوقه ما قد ذقته ما شاء الله. كثر خيرهم الشباب. اي والله اول مرة بسم الله. نفس الشيء انا اول مرة. رهيب. تسلم عشت 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 الجلسة يا جماعة والله العظيم تنشرة والتميرات. عاد انا هذا جوي التمر. هذه الطحينة وهذا وشو يا احمد؟ الجوز والنارجيل والسمسم. الجوز والنارجيل والسمسم اللي هو جوز الهند ها؟ لا يا سلام. لا النارجيل اللي هو جوز الهند. احنا عندنا والجوز هذا المكسرات. ما شاء الله. نبي 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 شعبي اليوم. نبي شيء شعبي يا الله. خالدية خالديات جوي. هذا جوي. خذ بدلتي وبرهتي والبصاطير سلم عليهم كلهم يا صلون. ما قصدي يتركهم دشارة وتقصير لكن نسيم الليل هياض والبر ومدع عب الطير وجلسة نشامة بالوفا يعرفون. الله تنتظر يا محرق القلب بالناس ما تستلم روحي وتقضي عليها. أنا رمتني في محبتك الأقدام. الله حد مثلي بات مشقن حلم طفل مرة خطى في وقتنا من وجدي الون. يوم كل بالكراغة في قرحي في قاشي مخفن والخوافي ضربها مخافي لي محب مني ومنا حب مثل الجوهر الصافي. ما بعد يلا يلا حد مثلي بات مشقن حلم طير مرة خطاني من وقتنا من وقتي الون. يوم كل انا اضطربت ما اقدر اصور خلاص من بدي الوقت وهذا طبع لياني. من بدي الوقت وهذا طبع لياني. عذبت الايام ما تمضي لياليها ما تمضي لياليها. حلوة الليالي دوار مثل الاحلام. حلوة الليالي دوار مثل الاحلام. مخطور عني عقق الوقت يا اخي
كيف المكان؟ الله الله